لتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بكم أستاذ حسان إلى هذه إذا استوديو الرافدين. يعني كيف تقرأ بداية النتائج الانتخابات البرلمانية؟ هل كانت هذه النتائج مفاجئة للشارع اللبناني؟ لم تكن النتائج مفاجئة أبدا، باعتبار أن القانون الجديد الذي القائم على النسبية والتصويت للصوت التفضيلي والذي هو عبارة عن مزيج هجين لم يكن معلوما لدى المواطن اللبناني سابقا ويطبق لأول مرة في لبنان، كانت النتائج غير متوقعة فعلا وكان هناك مفاجآت حقيقة. لذلك تعتبر النتائج مفاجأة في نتيجتها وغير مفاجأة للناخب أيضا، لأنه كان يتوقع شيئا مختلفا عن السابق. النظام الأكثري، الانتخاب الأكثري لم يعد مطبقا وبالتالي النتائج سوف تكون مختلفة. نعم، الملاحظ أنه كما خسر يعني تيار المستقبل مقاعد في البرلمان، أيضا حزب الله خسر أيضا مقاعد في البرلمان. هل عاقب برأيك الناخب اللبناني الكتل الأكبر في الساحة السياسية؟ من الطبيعي أن جميع الكتل الكبيرة خسرت بعض المقاعد، خاصة أن النظام الأكثر السابق كان يعطي فرصة للكتل الكبيرة أو للمجموعات الكبيرة القدرة على انتخاب نواب من طوائف مختلفة أو من مجموعات سياسية صغيرة يعطيها أصواته فتصبح قادرة على النجاح في دوائر معينة. تقسيم الدوائر جاء مختلفا، ثم الصوت التفضيلي الذي تم اعتماده مع الحاصل النسبي الذي تم اعتماده أيضا جعل من الصعب فعلا على بعض الكتل الكبيرة أن تهيمن على الانتخابات وأن تعطي نفسها القدرة على انتخاب أو إنجاح مرشحين ضعيفين في الانتخابات. لكن المفارقة هي أن في الدوائر التي يهيمن عليها الثنائي الشيعي الذي هو حزب الله وحركة أمل تم منع المرشحين المعارضين من الترشح أو على الأقل منعهم من الحصول على حرية الحركة للتواصل مع الناخبين والقدرة على تعيين مندوبين لديهم في على صناديق الاقتراع. حسن نصر الله اعتبر النتائج اعتبر حسن نصر الله النتائج الانتخابية البرلمانية بأنه نصر لنهج المقاومة. إلى أين يسير لبنان برأيك اليوم؟ وهل هذا يدعو فعلا نتائج الانتخابات تدعو حسن نصر الله إلى الاحتفال بنصر لحزب الله في النتائج الانتخابية اليوم؟ في الحقيقة النتائج دلت على قدرة حزب الله وحركة أمل على الهيمنة على الواقع الشيعي في لبنان. الدوائر التي يهيمن عليها الثنائي الشيعي تم منع مرشحين من التواصل مع الناخبين، وبالتالي نلاحظ أنه في مدينة بيروت كان هناك 9 لوائح متنافسة في الدائرة الثانية، بينما في الجنوب في الدائرة الثانية وفي الدائرة الثالثة كان هناك لائحة وبعض المنافسين على في مواجهتها. لذلك كان هناك قدرة على الهيمنة ومنع المرشحين المنافسين، فلذلك أثبت حزب الله أنه قادر على ضبط ساحته ومنع منافسيه من مواجهته، وبالتالي الإمساك ب 26 نائب شيعي من أصل 27 على الساحة اللبنانية. نعم، بالتالي هذا يؤكد ان سياسه الهيمنه مستمره سواء على الساحه الانتخابيه او الساحه الامنيه او حتى على الساحه السياسيه من خلال ميليشيا حزب الله وقدرته على وضع يده على الساحه اللبنانيه. وما يجري الان في بيروت من مظاهرات ومسيرات واستفزاز للمواطنين من قبل ميليشيا حزب الله يؤكد ان حزب الله لا يحترم القوانين ولا يحترم النتائج الانتخابيه وانه يمارس سياسه الترهيب سواء في صندوق الاقتراع او حتى في المسيرات التي يعبر من خلالها على انه حزب منتصر ليس بالسياسه ولكن بالهيمنه وبالميليشيا وبالسلاح. ما المتوقع من حزب الله في تاثيره على تشكيل الحكومه المقبله؟ يعني تشكيل الحكومه برايك كيف سيتاثر في ظل هذه النتائج الانتخابات؟ لاحظنا خلال السنوات السابقه حتى عندما كان حزب الله اقل تاثيرا حيث عدد النواب انه كان يهيمن على عمليه تشكيل الحكومه سواء من حيث توزيع المقاعد الوزارية أو حتى في تسمية بعض الوزراء من خلال تعطيل تشكيلها أو تأليفها وكان هناك دائما تأخير في تشكيل الحكومة 7 أشهر بعضها أخذ أكثر من سنة حتى تم تشكيلها، وبالتالي كان هناك فراغ دائما حكومي على الساحة اللبنانية. فحزب الله قادر على التعطيل، مارس التعطيل في السابق والإمكان يعني مارس التعطيل الآن، وقد ألمح حسن نصر الله بشكل صريح انه سوف يمارس دوره الان
في عمليه السياسه الاقتصاديه، فامساكه بالساحه الامنيه سواء بحريه الحركه في لبنان وخارج لبنان اعطاه ايضا القدره على الان التحدث بصوت عال انه قادر على تعطيل الوضع الاقتصادي، وانه سوف يطالب بفصل من الدور الاقتصادي على الساحه اللبنانيه، وبالتالي التاثير سلبا او ايجابا على الساحه اللبنانيه سواء بالوضع الاقتصادي او الوضع السياسي، تماما كما يمارس هذا الدور على الساحه الامنيه. نعم استاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.